دي كان بنوصف بالبابيلي فيلي فورم بابيلي لها دورسال سيرفيس اهو هو ده من الميوكوس ميمبرين ولها كور من الكونكتيف تيشو موجود. تعال نوصف شكلها ايه. رقم واحد البيز برود برود بيز الايبكس تبريد يعني عامل زي الامع فكونيكال انشيب يبقى الشكل بتاعها كونيكال انشيب. اكتر واحده covering the anterior third of the tongue covering the anterior two third of the tongue وموجوده على شكلها ايه كونيكال انشيب. الكونيكال انشيب والتابلنج ايبكس وبيز برود عليها طبقه من الكيراتين خفيفه جدا بسميها بارشلي كيراتينايزد. يبقى في شويه كيراتين كده خفيفه عليها بارشلي كيراتينايزد شويه كيراتين صغيره ده ده. طيب نو تيست بادز يعني ايه نو تيست؟ ما فيش حلمات ذوق يعني انت عمرك ما شفت حد عايز يدوق الاكل يدوق الاكل بسطح الطنج من فوق لا ده بيدوقه بالتب اوف ذا طنج يعني انا التب اوف ذا طنج بدوق بيها لكن من السطح من فوق ما باجيش كده وادوق الاكل كده لا فما فيهاش تيست بادز. ده اللي هي الفيلي فورم البابيلي. هتيجي بابيلي ثانيه تعمل زي عش او زي الفطر عش الغراب. فطر عش الغراب بنلاقيه بالشكل ده كده. ادي السطح بتاع الطنج اهو الاقي البابيلي ترتفع واخد الشكل ده كده. في قاعده اللي احنا قلنا عليه كفرد باي ميوكوس ميمبرين اهو ميوكوس ميمبرين كور من الكونكتيف تيشو. بس هنا البابيلي ديت واخده شكل ايه؟ عامله زي الفطر بتاع عش الغراب فسموها فطر او تشبه الفطر فسميناها فانجي فانجي يعني فطر فانجي فورم سميناها ايه؟ فانجي فورم تشبه الفطر او عش الغراب. دي بلاقيها فين؟ قال لك هنلاقيها على مين الايجيس والتيموس في المنطقه دي. نقطة الصغيرة. مين ده السايد بتاعها؟ وممكن ديستريبيوتد ان بتوين الفيلي فورما بيل لكن أكتر مكان هو اللي احنا بنقط عليه باللون الأسود اللي هي الحرف والتب بتاعت الإيه؟ الطب. هنا بقى بما انها موجوده على الحرف والتب مش احنا قلنا بنتذوق الاكل بالطرف بتاع اللسان يعني هي اللي هتبقى لي للاكل تقابله فهنبص عليها فيها حاجه بنسميها حلمات تذوق او تست بادز هنعرفها بشويه بعد كده بالتفصيل. هنا في تست بادز بس هنا فيها ميزه انها لونها ريدش ان كلر ومفيش كيراتين فمفيش كيراتين هيعكس لون البلاد فيزلز اللي تحتها فهنبص لها لونها احمر. فدي كان لونها ابيض وايت ان كلر الفيلي فورم علشان عليها طبقه الكيراتين دي لونها ريد علشان ما فيش الكيراتين وعكست اللون بتاع العوايد الدمويه اللي تحتها. تمام؟ تعالى للنوع الثالث من البابيلي بسميها سير كام فاليد. دي كلمه لاتينيه سير كام فاليد. سير كام دايره فاليد جروف حفره. يعني يعني البابلي المحاطه بدايره بجروف. ازاي شكلها؟ لو تخيلنا ده السيرفيس بتاع الطنج اللي هو كف ايدي كده بالشكل ده ادي السيرفيس بتاع الطنج اهو ماشي وانا ماشي كده ابص الاقي في دايره اهي حفره في وسط الحفره دي في بابيلي فهقول عليها البابيلي المحاطه بجروف ويرجع تاني سطح الطنج كده يبقى هنا سطح الطنج اهو ماشي سموث وبعدين يحصل حفر جروف الحفره دي دائريه زي البيز بتاعت هنا وفي النص هنا في هنا البابيلي اللي هي النقطة دي ومن بره هنا السطح الثاني بتاعته امشي شوية الاقي الكلام قال لك البابيلي دي هي بابيلي محاطة بجروف طب وهي شكلها ايه؟ الراوندد ان شيب ده رقم واحد
يبقى دي كانت فيلي فورم زي شكل ورقة الشجر زي عش الوراء، دي راوندد ان شيب كده، الاقي شكل البابيلي كده، وادي السطح بتاع التانك اهو، وادي الجروف بتاع البابيلي، يبقى ده في جروف وهنا البابيلي وده السيرفيس بتاع التانك. انا هاخد فيها قطاع تظهر لي ازاي القطاع ده، ادي سطح التانك اهو ينزل بالحفره يرجع تاني بالبروز ده اللي هي البابيلي وانزل تاني وتطلع تاني بالحفره ويطلع سطح التانك ده. يبقى السطح اهو نزل بالحفره الجروف اللي هي دي والبابيلي اللي هي موجوده ديت، وادي الجروف الثاني اللي هو بقيه الجروف اللي هو راوندد، وادي السيرفس بتاع القطاع. في قاعده بتاعت الميكوس ميمبرين موكس ممبرين كور من الكونكتيف تيشو، هي بابيلي ليها نفس التركيب، يبقى هي راوندد ان شيب رقم واحد، محاطه بجروف بحفره رقم اثنين. مكانها فين بقى على الطنج؟ تعال بص معايا كده على الرسمه اللي قدامك ديت، هتلاقي هنا اهو عند المنطقه دي بسميها سالكس ترمينالس قاعده كده، وعددها قليل، يعني عددها يتراوح العدد بتاعها من 7 ل 12 بس في المنطقه دي على الخط ده، واضح؟ وانت ممكن تشوفها طالعه لسانك للاخر خالص بره خالص كده، وبص في المرايه بس تعمل الحركه ديت، وانا اسف والباب مقفول، يقول الواد اتجنن بعد ما دخلت كليه الطب والبنت اتجننت، لا ده انا اطلع اللسان للاخر ابص الاقي فيه البابيلي بروزات موجوده على اخر التانج، حجمها كبير واضح للعين، نيجد اي واضحه قوي ليك، ده اللي هي بنسميها سيركام فاليد. دي بابيلي برضو لها مميزات انها موجوده في حلمات تذوق في المنطقه هنا في الحفره دي جوه هنا، في حلمات تذوق كتيره او كميه كبيره في المنطقه هنا. يبقى هنا كان الفيلي فورم النو تست بادز رقم واحد، هنا كان في تست بادز على الفانج فورم، هنا مليانه تست بادز في السيركم فاليد بابيلي في المنطقه دي في الجروف ده نفسه. تعالى بقى حته بسيطه كده جميله وظريفه، ايه هي؟ احنا هناكل الاكل بتاعنا يتهضم يحصل له خلط هيتحول الى سوفت، الاكل يمشي على السطح بتاع التانك عشان ابلعه، ابص الاقي الاكل دخل بفضلات هنا فضلات هنا، اول لقمه احس بطعمها، لكن لو دنيتها الفضلات موجوده هنا في المنطقه دي تاني لقمه هاكلها مش هحس بالطعم، ليه؟ لان حلمات التذوق دي اتقفلت بالاكل ده. تاني احنا هناكل الاكل بتاعنا اعمل له ماستيكيشن يتحول الاكل الى سوفت، يمشي الاكل عشان هبلعه من الطنج ينزل على الاسوفجس، فهنا وهو ماشي الاكل يروح نازل بعض الفضلات بتاع بعض الاكل اللي انا عملت له ماستيكيشن، التست بادز تحس بالتذوق بتاع طعم الاكل لكن هيتبقى هنا. فالله سبحانه وتعالى قال لك انا هعمل هنا حاجه تدفع او تطلع الفضلات دي. الحاجه اللي هتطلع الفضلات دي عمل جلاند هنا غده، الغده دي وظيفتها ايه؟ انها تطلع سيروس فلويد، تطلع وتر ميه، الميه دي تدفع الفضلات بتاعت الاكل وتطلعها لبره، والتست بادز بتنكشف لتاني لقمه ثانيه، وليها سكريشن ثانيه انها بتطلع شويه لايبيز، بعضهم قالوا بعض لايبيز انزيم، يعني هيبتدي تعمل دايجيشن للفات يعني. يبقى هنا الجلاند ديت العالم اللي اكتشفها اسمه فون ابنرز جلاند، سماها ايه؟ فون ابنرز جلاند.